متابعة تنضم إلينا مباشرة من بيروت الأستاذة كارولين عكوم الكاتبة الصحفية. أستاذة كارولين، واضح أننا دخلنا في مرحلة الأهداف المباشرة لاغتيال شخصيات بعينها. اليوم تم اغتيال، أو منذ فترة قصيرة تم اغتيال أشخاص في المقاومة الفلسطينية يقطنون في بيروت، وهذه العملية جراحية دقيقة تقوم على استخبارات وعلى اختراق أمني لا يستهان به. هل هي مرحلة جديدة من الحرب الإسرائيلية في هذا التوقيت برأيك؟ يعني للأسف حرب الاغتيالات هي ليست جديدة، هي كانت بدأت منذ فترة، لكنها مكثفة هذه الأيام بشكل كثيف. كل يوم يتم اغتيال عناصر. صح. اليوم دخلنا في مرحلة الحرب الموسعة، يعني لم نعد نقول أن هذه المنطقة آمنة وتلك المنطقة آمنة. اليوم بدأ الاستهداف، بدأت إسرائيل بسياسة الاستهداف والاغتيالات في كل المناطق، يعني في كل المناطق التي يتواجد فيها قيادي من حزب الله أو من محور المقاومة، هو بات في دائرة الاستهداف، وهذا ما رأيناه اليوم في قلب بيروت. يعني لم تعد الاستهدافات تقتصر فقط على الضاحية وعلى مناطق البقاع والجنوب حيث السيطرة لحزب الله، إنما نحن اليوم في قلب بيروت في منطقة الكولا حيث تم استهداف قياديين فلسطينيين. طيب برأيك، يعني هذه المرحلة مرحلة شديدة الحساسية، والاختراق الذي يبدو أنه حدث بالفعل لنظام أمني ربما يكون قويا لحزب الله، يمكن أن يعرقل الحزب عن جمع شتاته في القريب العاجل، إلى أي مدى ترين أن الحزب قادر على الوقوف مرة أخرى في ظل الضربات المتتالية التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة؟ لا صحيح، ليست مرحلة سهلة بالنسبة إلى حزب الله الذي لم يتم استهداف فقط مثلا أمينه العام القيادي لحزب الله، إنما هو يتم أو تم يعني تم اغتيال معظم قادته، إضافة إلى ذلك تم استهداف بشكل مباشر شبكة الاتصالات. صحيح، ونحن نعلم ما مدى أهمية شبكة الاتصالات بالنسبة لحزب الله، يعني هي التي تشكل الرئة بالنسبة إليه للتواصل فيما بين القادة وبين العناصر العسكرية والسياسية وما إلى هنالك. ليست مرحلة سهلة بالنسبة إلى حزب الله، ولا نستطيع التأكد أو الجزم بأنه سيستطيع النهوض مجددا كما كان عليه سابقا. المرحلة جدا حساسة، هذه مرحلة انتقالية ليست فقط بالنسبة إلى حزب الله لكن أيضا بالنسبة إلى لبنان بشكل عام. نحن سنذهب وسننتقل اليوم إلى مرحلة انتقالية في النظام اللبناني ككل، في السياسة العامة ككل، وهذا ما بدأنا نسمعه خاصة لا سيما في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعيشه لبنان منذ أكثر من عام. اليوم الموفد الفرنسي في لبنان بدأ يتم طرح أفكار للحل، منها انتخاب رئيس ليكون هذا الرئيس هو يقف على أي حل ممكن البدء به أو ممكن ببدء التسوية عبره. أعود وأقول أنه نحن اليوم في مرحلة انتقالية ليست سهلة، ليس بالنسبة فقط إلى حزب الله الذي ليس عملية نهوضه من جديد ليست سهلة، وأيضا بالنسبة إلى لبنان هي مرحلة انتقالية وحساسة جدا بالنسبة إلى لبنان. نعم. طيب ما تقوم به إسرائيل حاليا خارج نطاق غزة؟ بدأ بالضاحية الجنوبية بلبنان، ثم تم توسيع النطاق إلى اليمن وإلى سوريا وتوجيه ضربات أيضا في العراق. هل هي مرحلة الحرب الشاملة التي كانت تحذر منها إسرائيل أنها ستدخل في هذه المرحلة؟ هل بدأت بالفعل أم هي ضربات تكتيكية لاصطياد عناصر بعينها برأيك؟ يعني لا شك هي هذه الضربات التكتيكية والنوعية كما قلنا تعتمد على سياسة الاغتيالات في ضد كل محور المقاومة، ولكن اليوم إذا أردنا أن نقول أننا دخلنا في مرحلة في حرب شاملة ولا أو لا، هذا يتوقف على الموقف الإيراني، لا سيما منذ مقتل الرئيس
السابق الرئيس الإيراني السابق وبدء مرحلة جديدة في إيران، نرى أن المواقف الإيرانية لم تعد كما كانت عليه في السابق، وهذا ما تعكسه المواقف الإيرانية الأخيرة من قبل المسؤولين الذين دائما يشددون على أنهم لا يريدون الدخول في حرب. وهذا يتوقف على الموقف الإيراني، هل نحن سندخل في مرحلة الحرب الإقليمية الموسعة المواجهة بين إسرائيل ومحور المقاومة، أم أنه ستنجح الجهود الدبلوماسية في الحد من هذه الحرب التي لا يزال مصيرها مجهولا حتى الآن؟ نعم، هل تتوقعين دخولا بريا في لبنان كما تقول بعض التحليلات السياسية في أعقاب الضربات المتوالية على الضاحية الجنوبية؟ هل تتوقعين احتلالا جديدا لجنوب لبنان بعد تقويض قدرات حزب الله ولو مؤقتا؟ يعني لا شك أن التهديد بالاجتياح البري ليس جديدا، هو بدأ تقريبا منذ بدء الحرب الفعلية على لبنان، ليس جديدا. في الوقت السابق كنا نقول أن هذا الأمر ليس سهلا بالنسبة إلى الإسرائيلي، ونحن نعلم أن الاجتياح البري يعني من خلال التجارب السابقة في العام 2006 وأيضا في غزة لم يكن ناجحا، لأنه إسرائيل من المعروف أنها هي قادرة على يعني السيطرة جويا وبحريا، هي يعني لديها قدرة أكبر من البر. ولكن اليوم في ظل هذا الضعف الذي أصاب حزب الله يبقى السؤال، هل إسرائيل ستتجرأ أو ستغامر في هذه الخطوة في الاجتياح البري؟ هناك المعطيات تقول أن إسرائيل ستقوم بتوغلات برية وليس اجتياحا بريا. أيضا أعود وأقول اليوم نحن بتنا نعيش كل ساعة بساعتها وكل يوم بيومها، ولكن هذه المعطيات اليوم أنه من الأرجح أن تكون توغلات برية وليس اجتياحا كاملا بريا. ولكن يبقى السؤال أو يبقى يعني ننتظر كيف سيكون عليه وضع حزب الله في المرحلة المقبلة، وكما قلت هو مرحلة حساسة جدا بالنسبة إلى حزب الله. نعم، طيب، من المعروف أن حزب الله أحد الأذرع الرئيسية لإيران ومدعوم بشكل أساسي من إيران، وإيران أيضا تلقت ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة وتلوح دائما بالرد، إلا أن هذا الرد لم يأتي بعد. هناك بعض التحليلات التي ترى شبهة تواطؤ من إيران مع كل ما يجري، والبعض أصبح أكثر يقينا من هذا الافتراض. إلى أي مدى تتفقين مع هذا الطرح؟ أنا أتفق صراحة مع هذا الطرح، وإذا يعني إذا فقط وضعنا المواقف الإيرانية في المرحلة الماضية على الطاولة وشرحنا هذه المواقف، نكتشف بشكل واضح أن إيران هي ليست مستعدة للذهاب واسعا في هذه الحرب، بعدما كان حزب الله قد اتخذ القرار منفردا بفتح جبهة الإسناد من دون العودة إلى الحكومة اللبنانية، وبعدما توسعت هذه الحرب أو اشتدت هذه الحرب هو كان لديه قرار بالتوسع أكثر وبالمواجهة أكثر. ولكن يبدو واضحا أن القرار الإيراني كان أنه لا يريد الذهاب أكثر في هذه الحرب، وأعتقد أنه هو ضحى بورقة حزب الله للتسوية أو يعني إذا بدنا نقول أعطى مصالحه الأولوية على مصالح أذرعته، وعادة حزب الله أو إيران تدعم أذرعتها في المنطقة، ولكن هذه الأذرع تستخدمها لحماية مصالحها وليست لحماية هذه الأذرع. واليوم هي في مرحلة التضحية بهذه الورقة وبهذا الذراع للحفاظ على مصالحها، وهذا ما يبدو واضحا من خلال يعني كل مسار الأمور منذ بدء الحرب حتى الآن. هل هناك علاقة بين ما يحدث الآن وبين ردود الأفعال الإيرانية وانتظار الرئيس الأمريكي القادم برأيك؟ يعني إيران تؤخر رد فعلها إلى أن تأتي نتيجة الانتخابات، أو هناك صفقة بالفعل؟ يعني أنا أرى أن هناك صفقة ما. الأمريكي هو يقول أنه لا يريد الدخول في الحرب، ولكنه في الوقت نفسه هو يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهذه الضربات التكتيكية النوعية. في المقابل أيضا إيران تقول أنها لا تريد الدخول في الحرب، ولكنها في المقابل أيضا كما قلنا تركت حزب الله ليواجه بمفرده. أعتقد نحن في مرحلة هي يعني بانتظار الانتخابات الأمريكية ليبنى على شيء مقتضى إذا صح التعبير،
يبدو واضح أن إيران التي لم تثأر لمقتل هنية في أرضها لا أعتقد أنها اليوم ستذهب بعيدا بالثأر لنصر الله. سيبقى الواقع كما هو عليه اليوم بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية. طيب ماذا عن اليمن؟ اليمن أيضا إحدى دول المساندة القوية للبنان وللقضية الفلسطينية أيضا. تم توجيه ضربة قوية لليمن، هل برأيك هي ضربة تأديبية لتقليل هذا التدخل أم هو إنذار بالقضاء الفعلي على قوة الحوثي وبدء شن عمليات أكثر شدة على اليمن؟ يعني اعتقد ان هذه هي رسائل عسكريه اسرائيليه تقوم بها تل ابيب لترسل رسائل بان كي تبقوا جانب كي تبقوا جانبا وان هذه الجبهه قد تفتح، ولكن لا اعتقد ان اسرائيل اليوم قادر على فتح او الدخول في جبهه جديده في ظل حربها مع حزب الله. اعتقد ان ذلك اذا كان سيحصل فهو سيكون في مرحله مقبله وليس الان. ما حصل هو رسائل عسكريه فقط، لا اعتقد انها ستتعدى هذه المرحله. كيف تربطين بين التطورات الأخيرة التي تحدث بشكل متسارع، الضربات المتوالية للبنان، لسوريا، لليمن، للعراق، وأيضا ما يحدث في غزة، واقتراب تاريخ 7 أكتوبر ومرور عام على هذه الحرب وعلى ما تعرضت له إسرائيل من هجوم كبير من حركة حماس؟ هل ترين أنه تطور يقصد به نتنياهو مثلا تقديم إنجازات ما لشعبه قبل الحساب بمرور عام على هذه الحرب، أم تطورات فرضتها الأحداث؟ يعني لا شك أن كل ما نراه اليوم منذ عام إلى الآن ولا سيما في المرحلة الأخيرة هي نتيجة للحرب التي بدأت في 7 أكتوبر أو لطوفان الأقصى. كل ما يحصل اليوم هو نتيجة لذلك، ولا شك أن نتنياهو بعدما كان في مرحلة ماضية عاش في مأزق، هو كان يعيش في مأزق في ظل الرفض الشعبي، الرفض الإسرائيلي لكل ما يحصل، فهو يستخدم هذه الورقة اليوم لرفع الأسهم السياسية له بعد عام كما قلت، بعد عام على الحرب، وخاصة وأنه هو يواجه غضب شعبي في المناطق والمستوطنات الموجودة في عند الحدود الشمالية، فهو يقدم لهم هذه الورقة لتخفيض أو لعله يرضيهم فيما يتعلق بالخسائر التي أصابته سياسيا في المرحلة الأخيرة أو منذ عام إلى اليوم. هل تتوقعين تحسن صورة نتنياهو أمام شعبه الذي يطالبه بتحقيق أي إنجازات ربما على رأسها استرجاع الأسرى؟ هل تتوقعين بعد التطورات الأخيرة أن يحسن ذلك من موقفه أمام شعبه؟ يعني للأسف ما يحصل اليوم يعني قد يحسن، أو من الأرجح أن نتنياهو قد يحسن من صورته أمام شعبه على حسابنا نحن، يعني على حساب لبنان وعلى حساب غزة، ولكن يعني طبعا على الأرض سنرى كيف ستنتهي هذه المفاوضات وما قد يحققه نتنياهو في المفاوضات التي ستحصل، لا سيما اليوم وأنا أنتظر ما يعني قبل الحديث معكم وصل خبر لا أعرف إذا كان صحيحا اليوم، هو رفع سقف مطالبه وهو نزع سلاح حزب الله. هذا الأمر يعني ليس سهلا، قبل ذلك كان يقول أنه هو يريد إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم، اليوم يقول أنه يريد نزع سلاح حزب الله. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة الأمور ستتعقد بشكل أكبر، وطبعا يعني هذه ورقة هو يستعملها في الداخل لإرضاء الإسرائيليين. نعم، هل تتصورين أن الحلول الدبلوماسية انتهت في هذه المرحلة؟ لا نسمع أي تدخل دولي، ولبنان مثلا مدعومة بشكل كبير من فرنسا على سبيل المثال، هل هناك أي فرصة؟ يعني اليوم في هذه المرحلة بالتحديد سنرى، لا شك أننا بدأنا نرى بعض الجهود السياسية الدبلوماسية التي بدأت بزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت اليوم وطرح بعض الأفكار، منها انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701، ولكن أعتقد وللأسف أن هذه الجهود كلها لن تكون سهلة التطبيق في المرحلة
القريبة هي تحتاج إلى وقت أكبر، ونحن نعلم أن فرنسا تقوم بجهودها، وهي يعني الدولة التي لطالما تعتبر أنها هي الأم للبنان، يعني الدولة الأم للبنان، ولكن كلنا نعلم أن القرار الرئيسي والأساسي سيكون عند إيران وعند الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر ليس سهلا ولن يكون يعني بهذه يعني لن يكون قريبا. أتمنى أن أكون خاطئة، ولكن كلنا لا شك أننا يجب أن نعتمد إلى الجهود الدبلوماسية وإلى المفاوضات لإيجاد حل نهائي لهذه الحروب التي تشنها إسرائيل وحرب الإبادة التي تحولت اليوم في لبنان. نعم، أشكرك أستاذة كارولينا عكوم الكاتبة الصحفية، شكرا لك وللمزيد من المتابعة أيضا.